السلام عليكم ورحمة الله. ما دوافع السعودية لمصالحة إيرانية أمريكية؟ السعودية تتوسط لصالح العلاقات الإيرانية الأمريكية. وقد يتساءل البعض وهو سؤال مشروع، كيف تتوسط السعودية بين دولتين مساحة التفاهم بينهم عريضة أصلا؟ ويعرفون يتواصلون مع بعض حتى في عز الصدام بينهم، يعني عز الصدام بينهم ليس أمس لكن منذ 40 عام، ودليل إيران جيت كونترا جيت اللي كانت في أشد أو في عهد أشد قادتهم مناوى أهل الآخر، الإمام الخميني والرئيس رونالد ريغان، وكانوا يتواصلون في وكشفتها فضيحة إيران جيت من خلال مجلة الشراع اللبنانية. شنو مصدر الخبر أن السعودية توسط بين إيران وأمريكا؟ وشنو دوافع السعودية لمصالحة إيران وأمريكا؟ ولماذا المصالحة الإيرانية الأمريكية؟ يعني إيش فائدتها للطرفين؟ شو اللي حد السعودية توسط بينهم؟ أو شو الدوافع اللي دفعت السعودية توسط بينهم؟ وش اللي خلاهم يتصالحون؟ هذه قناة المراقب الخليجي، وأنا الدكتور ظافر العجمي. لو أردنا أن نأتي بالخبر من مصادره أو الخبر من أمه مثل ما يقولون، أولا بحسب موقع إيراني اسمه العهد، موقع إخباري إيراني اسمه العهد، نشر يوم السبت الماضي 6 يناير خبر من خلال مقابلة مع السفير الإيراني في دمشق حسين أكبري. حسين أكبري قال لموقع العهد أن وفد خليجي يحمل رسالة من الولايات المتحدة وصل إلى طهران وتتعلق بالتوصل إلى حل المشكلة في المنطقة أو المشاكل في المنطقة، ومن أجل عدم توسيع رقعة الصراع. وأضاف الموقع على لسان السفير الإيراني في دمشق، يقول السفير: قبل 10 أيام تلقينا رسالة من إحدى البلدان الخليجية اللي أرسلت وفدها إلى إيران حامل رسالة من جانب الأمريكيين، ومن أجل حل المشاكل في المنطقة، حل المشاكل في المنطقة كل المشاكل برمتها وليس فقط لتسوية جزئية في الصراع القائم حاليا. هذا المصدر الأول. المصدر الأول هو موقع إيراني ومقابلين السفير، ولصورته واضحة، وسنريكم مقابلة السفير وصورته وهو في هذه المقابلة. في نفس اليوم، في يوم السبت 6 يناير 2024، يوم السبت اللي راح، كشفت وكالة بلومبرغ الأمريكية، كشفت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن سينقل رسالة إلى المنطقة، مفادها أن إدارة بايدن ليست معنية بتصعيد الصراع. ترى احنا ما نبي الأمور تزداد سوءا. وأيضا قال بلينكن وتتوقع أو يتوقع بلينكن أو الإدارة الأمريكية تتوقع من الشركاء العرب نقل الرسالة اللي يحملها بلينكن إن ما نبي نوسع الحرب إلى إيران. فهذا هو المصدر الثاني من بلينكن نفسه، من حسب وكالة بلومبرغ الأمريكية. المصدر الثالث إيراني. إذا عندنا مصدرين إيرانيين ومصدر أمريكي. المصدر الثالث إيراني، صحيفة أرمان أمروز الإيرانية، قالت أن السعودية بدأت تأخذ دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران. هذه صارت أكثر وضوحا، أول تلميحات بايدن، تلميحات السفير، الآن صار العلم ذكر الأسماء أن السعودية بدأت تأخذ دور الوسيط بين الولايات المتحدة وإيران من أجل حل الخلافات. الصحيفة أرمان أمروز راح تشوفونها قالت أن طهران تلقت في الأيام الأخيرة رسالة من الولايات المتحدة الأمريكية تتضمن أطر متعددة وتشجع الحوار وتحذر في الوقت نفسه من تراجع الأمن في الإقليم. هذا ما ذكرته صحيفة أرمان أمروز الإيرانية، وأن السعودية جاءت لتتوسط بين الطرفين في بهذه النقطة. الآن سؤال الحلقة الأول اللي طرحناه، ما هي دوافع السعودية لمصالحة إيرانية أمريكية؟
مو في اللي ما يحفظ الاثنين وخلهم يستنزفون بعض لصالح دول الخليج ولصالح السعودية؟ ليش السعودية تصالح بينهم؟ وشنو شجع السعودية أنها تصالح أمريكا مع إيران؟ خصوصا شو اللي شجعها أنها تقدم على مثل هذه الخطوة وإيران هي الغريم اللدود لدول الخليج كلها؟ هناك أسباب أو دوافع دفعت السعودية للقيام بمثل هذا الأمر. ما دفع الرياض أمور عدة، منها وهنا نشير فقط للتذكير في العلاقات الدولية، عندما نقول السعودية نعني الدولة والسكان وكل شيء، عندما نقول الرياض نقصد الحكومة، وهذا يعني حكومة واشنطن غير الولايات المتحدة الأمريكية. حكومة باريس، عندما نقول قالت باريس معناها الحكومة الفرنسية وليس فرنسا كلها. فهذا بس تفسير في العلاقات الدولية. فمن وجهة نظر الرياض هذبت اتفاقية بكين اللي تمت في مطلع العام الماضي، هذبت النزق الإيراني إلى حد ما، بدليل الأمور مؤشرات كثيرة أنهم تغير مزاجهم وتهذبوا وصاروا خوش عيال، بدليل محادثات حرب اليمن تقريبا صارت على السكة المصالحة، حضور إبراهيم رئيسي قمة غزة اللي عقدت قبل شهر ونص ودعم، وكانت الآراء متفقة بين السعودية وإيران، الحديث عن علاقات اقتصادية بين الرياض وطهران بل وعسكرية، هذه كلها شجعت الرياض أن بالإمكان حل المشاكل الكبرى اللي تقود لعدم استقرار الخليج العربي. فقالت السعودية بما أن هذبت هذه الاتفاقيات وإيران بدأت تغير، لماذا لا نقدم على الخطوة الأكبر وهي المصالحة بين الولايات المتحدة وإيران، لأن الخلاف بين الولايات المتحدة وإيران من مفجرات الصراع في المنطقة أصلا. السبب الثاني من دوافع السعودية، ترى إيران أن الوجود العسكري الغربي من مفجرات الصراع، وجود الوساطين الأمريكية وخروجها مطلب إيراني. تحاول السعودية كوجهة نظر خليجية تفهم إيران، يا إيران ترى التواجد بقرارات أممية، هياكل عسكرية تحت مظلات أمنية شرعية، الخطوة الحالية هي لرفع صفة الشيطان عن الاتفاقيات الأمنية والخليجية الغربية، بمعنى أن نصالح إيران مع الولايات المتحدة معناها نشرعن وجود الأسطول الخامس، نعيد العقلانية إلى إيران، ترى هذين مو جايين يغزون ولا جايين يطقونكم ولا جايين لإغلاق المنطقة، هذا اللي جايين بناء على اتفاقيات دولية موثقة في الأمم المتحدة، هذا اللي جزء من أمننا. فنزع الشيطنة عنهم وإقناع إيران هي خطوة لصالح أمن الخليج أيضا، وهذا من الدوافع اللي تخلي السعودية تقوم بمثل هذه الخطوة في تقريب وجهات النظر الإيرانية والأمريكية. السبب الثالث من دوافع السعودية، وهذا وفقا لتحليل أجراه معهد تشاتم هاوس، تشاتم هاوس البريطاني من 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 مراكز الثينك تانك المعروفة وفي العلاقات الدولية، ومن يعمل في التحليل السياسي يعرف ماذا يعني تشاتم هاوس رول، قواعد تشاتم هاوس، انك لما تدخل مؤتمر او تدخل حلقات نقاشيه ما يصير تنقل ما قيل فيها الى الخارج، عندما يبدا اي مؤتمر نسال هل هذا المؤتمر اوبن نقدر نغرد في الكلام اللي يقوله اخواننا المشاركين ولا تشاتم هاوس رول، اذا قالوا تشاتم هاوس رول معناها ما تنقل اي شيء يدور، لكن تشاتم هاوس رول يقولون انه صار في تعديلات انه يصير تنقل المحاور الكلام اللي في المؤتمر، لكن ما تقول من هو قال، يعني قيل كذا قيل كذا. فمشهور تشاتم هاوس ومشهور تشاتم هاوس رول او قاعده او قوانين او محاذير تشاتم هاوس رول. على كل حال تشاتم هاوس رول وفقا لتحليل اجراه هذا الاسبوع ان الردع الامريكي ردع ايران تضرر لكنه ما مات، وتشاتم هاوس رول حط هذا بعنوان عريض ناشره راح اراويكم اياه، ويرى المعهد ان عدم ممارسه الولايات المتحده مزيد من الضغوط على ايران لكبح جماح وكلائها الحوثيين دفع الشركاء الاقليميين في المنطقه للنأي بانفسهم عن واتباع مسارات عمل اخرى لا تضر بمصالح الولايات المتحده. يعني لم يبقى إلا مد اليد لطهران عبر أحد أوثق الشركاء الإقليميين وهي الرياض، بمعنى أن السعوديين والشركاء الإقليميين ودول الخليج حذروا الولايات المتحدة من الاندفاع في الحمية اللي خذتهم
فزع لإسرائيل محاربة الحوثي أو غير الحوثي وقالوا طخ يا ولد اذكر الله احنا ما راح ننقاد معك، لأنه قال جيبوا أساطيلكم شاركونا اللي ما شارك إلا دولة خليجية هي البحرين، وفندنا وذكرنا في حلقة خاصة الدوافع اللي دفعت الدوافع المبررة للبحرين القيام بالمشاركة، فما شارك أحد. وقالوا له يا ولد أحسن لك لا تندفع مع إيران، لا تندفع عفوا مع إسرائيل، ودور لك درب تتصالح مع إيران أبرك من مناوئة الإيرانيين لأسباب صهيونية. فهذا ما وصل إليه معهد شاتم هاوس، وقالوا إذا تبين نساعدك على مد اليد للمصالحة مع إيران حنا جاهزين، وهذا ما تقوم به السعودية. الآن لماذا المصالحة الإيرانية الأمريكية؟ شو اللي دفع الأمريكان؟ يعني عرفنا دوافع السعودية وذكرنا اللي خلى السعودية تقوم بالمصالحة بين إيران والولايات المتحدة أو تتخذ هذه الخطوة اللي لا نعلم إن كانت بدأت أو بدأت بخطوات قصيرة حتى الآن. الآن ليش أمريكا تصالح إيران؟ الأسباب كثيرة. إيران لماذا لم تتم، يعني في سؤال قبلها، ليش ما تمت هذه الخطوة من خلال عمان أو العراق أو أنقرة؟ ليش السعودية؟ من وجهة نظر طهران أن التفاوض عبر السعودية هو مساوي لحجم الإنجاز المرتقب، لكل شارب له مقص على قولته، مو قصورا من جهد الأخوة في مسقط. المسارات العمانية مستمرة في أبواب أخرى للتقريب بين الإيرانيين والأمريكان، لكن هذه المصالحة بهذا الحجم ما وجدوا لها إلا السعودية. العراقية مختلفين العراقيين والأمريكان في سوفا، حالة القوات، يبون الأمريكان يخرجون من العراق، ودعوات إخراج القوات العراقية معكرة العلاقات العراقية الأمريكية، ومو مجال أنهم يتوسطون. أنقرة أيضا لاهية، وهناك خلاف بين الأمريكان والأتراك في أكثر من ملف، لم تجد إلا السعودية للقيام بمثل هذا، فهو وقت مناسب للمصالحات بين الطرفين. لماذا المصالحة؟ اثنين، من وجهة نظر طهران أن التفاوض عبر السعودية بدبلوماسية سرية يمكن أن تحقق نتيجة جيدة كمقدمة لاستئناف المفاوضات بعدين كخطوة ثانية بشكل مباشر، وهنا ستحقق إيران نصر آخر في مجال الدبلوماسية على حد تعبير بعض المراقبين. الدبلوماسية السعودية ممكن أن تحقق إنجاز كبير وتقرب الطرفين، لأنها تتصف أو 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 الدبلوماسية تعتبر، الدبلوماسية السعودية تعتبر ذات معايير راقية، بمعنى تتصف بالسرية، تتصف بالمبادرة، تتصف بالحزم، ولها إنجازات كثيرة، آخرها من كان يصدق أن نرى الحوثيين في الرياض. فالسرية والمعايير الراقية في الحديث الدبلوماسي وكل شيء قابل للنقاش، هذا اللي خلى الإيرانيين والسعودي والأمريكان يوافقون على أن تقوم السعودية بالمبادرة، وأنها فرصة لهم للمصالحة. لماذا المصالحة؟ ثلاثة، وجدت إيران أن من الضروري أن تستفيد من المرونة الأمريكية والمرونة السعودية في الموافقة على المفاوضات، لأن حجم المشاكل بين البلدين كبير جدا، يتطلب الهدوء والمرونة، يتطلب دبلوماسية راقية، يتطلب سرعة إنهاء الخلافات بين الجانبين، وكل هذا يجري في وقت هناك سخونة حادة في الإقليم، فقالوا هذه فرصة والسعودية خير من يقوم بها، فلنستغل الفرصة للمصالحة. السبب الرابع للمصالحة أن أحداث غزة قلبت الكثير من المعادلات، صارت حرب وجودية للصهاينة كما هي لأهل غزة. يعني قد يعتقد البعض أن الحرب غزة هي ترحيل الغزيين من الشمال إلى الجنوب وقتل الأطفال والعجائز وهدم المباني، لكن أيضا ضررها على إسرائيل، هتكت ستار الأمن الإسرائيلي، الكثير من الإسرائيليين يرحلون من الكيان الصهيوني ويعودون إلى ديارهم، فهي قضية وجودية للصهاينة مثل ما هي قضية وجودية لأهل غزة. الأمريكان يخشون فكرة أن تتوسع هذه الحرب ويمكن أن يؤدي إلى إزالة هذا الكيان، إزالة إسرائيل، فهو أو إضعافها لدرجة مهولة، فليس من صالح أمريكا أن 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 تكثر السهام في الجسد الصهيوني من الحوثيين، من
من العراق، من سوريا، من لبنان، فقالوا لا تتسع هذه الحرب اللي وراها إيران، فيجب أن نستغل هذه الفرصة ونتصالح مع إيران حتى لا تتوسع هذه الحرب. قد يكون قائل ما هي أهمية إسرائيل اللي أمريكا ترى أن هذه الحرب قد يؤدي إلى إزالة هذا الكيان من الوجود. أمريكا قد يقول قائل أن إسرائيل تحرك أمريكا للدفاع عنها، هذا مو صحيح. أنا في تقديري أن المشروع الإمبريالي والاستعماري كان الاستعماري وصار الإمبريالي، تحول الإمبريالي، والإمبريالي معناها السيطرة العالمية بنظام الإمبراطورية على الكون كله. فالإمبريالية تسير رايحة في دربها، مرت الشرق الأوسط لقت لها عصا، هذه العصا عشان تطوع الباقين هي إسرائيل. فالمشروع الإمبريالي أكبر من المشروع الصهيوني. المشروع الصهيوني تنتفي أغراضه وزائل، لذلك لم نيأس يوما من زوال إسرائيل. زالت روديسيا، زالت جنوب أفريقيا، زال الاستعمار الاستيطاني الفرنسي في 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 الجزائر، زال الكثير من الحركات الاستعمارية الاستيطانية. فزوال إسرائيل لانتفاء الحاجة منها للمشروع الإمبريالي الأضخم. فكما قلنا هي عصا لقتها الإمبريالي على الطريق وأخذتها حتى تطوع بها من يناوئها في الشرق الأوسط، وسيصلون إلى قناعة أن هناك أدوات أخرى غير الصهيونية. النقطة الخامسة، لماذا المصالحة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية؟ هذا كشفته وكالة بلومبرغ، مثل ما قال وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، أنه ينقل رسالة إلى المنطقة من جو بايدن براسه، وأن احنا مو معنيين بالصراع، والرسالة أنه راح نرد على الهجمات، ونتوقع من الشركاء العرب نقل الرسالة اللي يحملها بلينكن إلى إيران. وهذه النقطة قلناها في البداية، أن يبون السلامة وما يبون توسيع الحرب. ما يهمنا بالدرجة الأولى ليس إسرائيل، ما يهمنا بالدرجة الأولى هو المصالح الأمريكية. طبعا هل الدرب سالك للسعودية؟ هل المهمة للسعودية سهلة؟ بالطبع هناك بعض التحديات اللي قد تواجه المصالحة بين إيران والولايات المتحدة. يعني هناك أكثر من ملف خلاف حول برنامج إيران النووي، دعم الميليشيات المسلحة للمنطقة، ومع ذلك هناك فوائد أكبر يراها الطرفين المحتملة. هناك فوائد محتملة للمصالحة، ويجب علينا كخليجيين تشجيع هذه المصالحة، فهي بالنهاية مردها هو الاستقرار في منطقة الخليج العربي، والشيطان الأكبر يراعي يتهاوش ويا إيران ليس من صالحنا. هناك فوائد كثيرة، خفض احتمال اندلاع حرب بين إيران والولايات المتحدة. المصالحة ستقلل دعم إيران لمكملات الاستراتيجية، الحوثي، حزب الله، محور المقاومة، لأن انتفت الحاجة بعد مصالحتها مع دول الخليج ومصالحتها مع أمريكا، وسيؤدي إلى خفض مستوى العنف في المنطقة. نتمنى التوفيق للشقيقة السعودية في هذا المسعى، وإن كانت هناك بعض الصعوبات وإيران عوجة قد تغير رأيها في أي لحظة، لكن نتمنى لهم التوفيق. هذا ما لدي، وأنا مستعد لسماع ما لديكم، ولكم مني سلام.